بعد ما كان اختفى من سنين طويله وما كانش حد يعرف هو راح فين ولا بيعمل ايه في حياته بعد الصدمات الكتيره قوي اللي اتعرض ليها، ظهر تاني علشان يفرح مع بنت اخوه جميله عوض ويشاركها فرحتها. الفنان علاء عوض ظهر تاني وهو بيرقص ومبسوط مع بنت اخوه جميلة عوض، واللي لو مش فاكره افتكر افلام التسعينات الولد اللي كان دايما بيظهر في ادوار شقية. ومش كده وبس، لا ده كان شبه والده جدا جدا اكتر من اي حد تاني في اخواته. تعالوا احكي لكم هو راح فين واختفى ليه. علاء عوض بعد ما عمل ادوار دمها خفيف والناس كانت بتحبه سواء في السينما او التلفزيون زي حدوتة مصرية مع يوسف شاهين، وطبعا محدش ينسى مسلسل عائلة تشالش وغيره كتير من الادوار المميزة. بس للأسف نجاحه ده ما استمرش كتير، ولمعانه اللي كان حاصل وقدر يحققه وسط مجموعة شباب في سنه كان منهم هشام سليم ومحسن محي الدين وعبد الله محمود ووائل نور. ما طولش هو، وده لأنه قرر يروح لطريق زي ما بيقولوا كده اللي بيروحه مش بيرجع تاني. وكانت بداية النهاية بقى بحاجة لا على البال ولا على الخاطر، بالرغم اللي كان فيه والده وإن إخواته عادل عوض وعاطف عوض عمر ما حد سمع عنهم حتى إشاعات، إلا إن هو بقى ضل الطريق تماما وقرر يغير حياته بشكل مش حلو ابدا. وكانت اول كارثه دخلها في القضيه اللي اتوجهت ليه بانه بيدير شقته في حاجات منافيه للاداب، وفعلا اتقبض عليه واتحقق معاه. ومش بس كده، ده البنات اللي كانت في الشقه وقت عمليه القبض عليهم اعترفوا عليه، يعني لبسته وفعلا اتحكم عليه بالسجن. وبعد ما خرج على عوض كان خلاص ما بقاش في امل ان يغير سكته وطريقه ابدا، وقرر ان يكمل في الطريق اللي مش تمام علشان يتقبض عليه من شقته تاني. بس المره دي بقى كانت حاجه تانية خالص، وهو اتجار وتعاطي ممنوعات. يا راجل ده انت لسه ما خلصتش من الاولانيه، تدخل في المصيبه التانية دي؟ بس هو ده اللي حصل. وبرضه علاء عوض ما خرجش منها واتسجن فيها سنين، وبعد ما خرج اختفى عن كل حاجه ومحدش عارف عنه اي حاجه خالص، لحد ما هو قرر انه يظهر ويخرج يبرر لنفسه ويقول ان اللي حصل فيه، وقال كمان ان اللي حصل معاه ده كان علشان في رجل اعمال هو اللي مش حابه وكان السبب في كل اللي حصل له. بس طبعا ناس كتير ما كانتش مصدقه ابدا اللي هو قاله ومش مقتنعة بيه، بس هو بقى كان مصر على كل اللي قاله وما كانش عايز يغير كلامه. وفي الاخر اهو الزمن عدى واللي حصل حصل. بس اللي ما يعرفش معلومات كتير عن علاء عوض فهو بقى الممثل الوحيد اللي كسب عربية من مسابقة رقص. ما هو الجيل ده كانت حكايته حكاية، وبيحب الرقص جدا وبيدخل كمان في مسابقات، وكمان علاء كان مشهور جدا بالمسابقات والحاجات دي وكان بياخد فيها جوائز. ده بقى غير انه خريج قسم باليه وكان متخصص في نوع رقص اسمه كاركاتير، ده غير بقى انه كان ملك الديسكو في مصر كلها. لكن بعد كل ده الموضوع ممشيش زي ما هو عايز، وكل اللي حصل اثر طبعا على مستقبله كله، ورجع من فتره قال انه مش بيشتغل ومش لاقي شغل. وفي مخرجين خلوه يشارك في مسلسل في الفتره الاخيره، وكمان شارك في مسرحيه في السعوديه. انت بقى ايه اكتر دور فاكره لعلاء عوض؟